تمام معانا أستاذة نورهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا ازيكم؟ وسهلا. الحمد لله يا فندم، اتفضلي. لو سمحتي معلش عندي سؤالين للشيخ. اتفضلي. أول سؤال، أنا عندي ولد وبنت 14 سنة و9 سنين، بس زوجي رافض الحمل والخلفة تاني. فكل اللي حواليا من جهة أهله أو أهلي بيقولوا لي إن هو يمنع الخلفة تاني ده حرام، وان انت سامعاه كلامه في الموضوع ده فهيبقى برضه حرام عليكي. فالكل بيرشح لي ان انا ابطل حبوب منع الحمل واخلف من وراه واقول له ان ده قضاء وقدر. فانت كده كده بتغضبي ربنا عشان سامعه كلامه. طب نورهان هو مقتدر ماديا يصرف على اولاد تاني؟ هو الحمد لله ميسر، تيسير من عند ربنا الحمد لله، الحمل مفطور. بس هو برضه باصص لموضوع الاولاد تاني ان هيضيقوا الرزق علينا. هو خايف يعني. ايوه بالظبط كده. فالكل حاطتني دلوقتي في حته ان انا لو سمعت كلامه وانا حرام عليا، وانا بقول لهم انا لو عملت كده من وراه برضه هيبقى حرام عليا. استاذه بيقولوا لي انت لو سمعتي كلامه ما انت كده برضه بتغضبي ربنا ان انتوا بتقطعوا الخلفه انتوا. خلي بالك ان ما انت هتكذبي، فالكذب ده هيبقى حرام. بس ده حاجه تانية. شيخ محمد عاوز يتواصل معاكي. استاذه نورهان، هو حضرتك دلوقتي الامر ده محل اتفاق بينكم ولا حضرتك مجبره على هذا الامر؟ والله انا ساعات ببقى سامعه كلامه وبحس ان كلامه عنده حق فيه، وساعات بقول خلاص على الله بقى، لا انا عايزه اخلف تاني وليه ولادي يبقوا ولد وبنت بس، يعني عايزه تاني. طيب حاضر. طيب حاضر. استاذه نورهان هي ما شاء الله عندها ولد وبنت 14 سنه و9 سنين، عايزه تخلف تاني. مش هي اللي عايزه تخلف، اللي حواليها الاهل، اهل الزوج واهلها هي. انت هتسيبي نفسك كده؟ لا، انت لازم تخلفي لك، تجيبي لي عيل ثالث، انت هتسمعي كلام الأولاد. جوزك مالكيش دعوه بيه، انت تفاجئي. هي بتسال فضيلتك بقى، هو رافض تماما الخلفه، واسبابه هي مقتنعه بيها. يعني هي قالت انا مقتنعه بوجهه نظره ورايه وبتحترمه، بس الضغط الاهالي عليها مخليها مش عارفه تفكر. المشكله في تدخل الاهل. طبعا المشكله الاكبر في تدخل الاهل. ولذلك حتى انا لما سالتها بقول لها حضرتك موافقه، بتقول لي انا مقتنعه باللي بيقوله بس من كثره التدخل الكلام. فاحنا الاول هنوجه رساله الى اهل الزوجه والى كل واحد بيتدخل بين الرجل ومراته، بلاش تعمل كده، اللي بتعمله حرام شرعا. دي حياتهم الزوجيه بينهم هما الاثنين، هما الذين يعني هيقرروا ايه الصالح وايه اللي فيه منفعه ليهم وايه اللي فيه خير للاسره الكريمه. لكن ما تدخلش وتقول لا لازم تخلفي، ابعدي عن كلامه. هو انت هتسمعي كل كلمه بيقولها؟ انت هتمشي وراه في كل فعل؟ انت هو مأثر عليكي؟ هو عامل لك ايه؟ ده زوجها. انت تتفاجئي وتبقي حامل. ده غلط. ليه بقى؟ احنا مساله الانجاب مسألة مشتركة بين الرجل والمرأة. يعني لازم يبقى في اتفاق بين الزوج والزوجة على مسألة مثلا تأجيل الإنجاب إلى فترة معينة. ما ينفعش مثلا يجي الزوج يقول لها لا أنا مش عاوز أولاد دلوقتي، والزوجة عاوزة أولاد. رغبة الزوجة مقدمة في هذه الحالة على رغبة الزوج. ليه؟ لأنها توافق الفطرة والأصل الشرعي. طيب جه العكس بقى، الزوجة مش عاوزة والزوج عاوز، يبقى رغبة الزوج هتنفذ لأن رغبته موافقة ليه؟ للفطرة. طيب هما الاثنين اتفقوا ان احنا هنأجل الحمل شوية، يبقى خلاص اللي هنتفق عليه نسير عليه. ما ينفعش حد يتدخل ويقول اعملي كذا. فأنا بنصحها لو انت وزوج حضرتك متفقين على هذا الأمر، خلاص اعملي كده وما تسمعيش كلام أي حد من خارج الأسرة يأثر على حضرتك.